ومع ذلك ما سخطت على قضاء الله يوما والحمد لله وبفضل الله تعالى أمس تقول لي يا بابا اقرأ لي آيات عن الجنة وحلاوتها بفضل الله أول امبارح جاتها نوبات اختناق لأنه المرض أكل رئتينها جاتها نوبات اختناق وهي مختنقة بتقول لا إله إلا الله يا الله يا رب الحمد لله لا إله إلا الله فأنا والله لا أظن بالله عز وجل إلا أن يكرمها خاصة أنها بنت طفلة غير مكلفة والله لا أظن بالله إلا أن يكرمها أصبحت المهمة سهلة جدا علي أنا وعائلتي أننا نحسن الفعل حتى نجتمع بها في الجنة قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين لكني والله لا أتصور أبا فرط في تربية أولاده حتى رأى أحدهم يموت على معصية أو على كفر والله ما بتصور كيف بيعرف حط لقمة في تمه أو حط راسه على المخدة هذا حق له أن يتحسر أي محسرة لأنه قد يكون الفراق الذي لا لقاء بعده أبدا أحدهما في الجنة أبدا سرمدا والآخر في النار أبدا سرمدا وهذه والله الحسرة الحقيقية قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين قد يكون الإنسان يخسر نفسه وأهله في النار يفترقون وقد يكون هو في الجنة وهم في النار والعياذ بالله أمانة فوالله على قدر حزني على ابنتي أنها تفارقني لكن هناك راحة أكثر وطمأنينة أكثر وسعادة أكثر أن الله ختم لها على هذا الحال بفضل الله تعالى ورحمته فذلك يا إخواني أعيد وأؤكد إن كنت تحب أحداً ابنك أباك أمك أختك أخاك فالنصيحة تحرص على هدايته تنتزع منه توبة قبل مماته وإلا ترى ممكن الواحد يكون غافل يموت حبيب وبعدين يهتدي حتى لو اهتدى ما راح تروح من ثم مرارة أن قريباً له مات على معصية أو على كفر أو على شك أو على استهانة بحرمات الله عز وجل هذه نصيحتي لكم وتذكر في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس عند رأس عمه أبي طالب بحاول انتزع منه الكلمة يا عمه قل كلمة وحاج لك بها عند الله يوم القيامة بس طلع الكلمة طلع الكلمة وأنا بترجى الله أنه يرحمك قل لا إله إلا الله النبي عليه الصلاة والسلام كان يطمع أن عمه هذا اللي دافع عنه فدى بنفسه وماله وأولاده أنه يجتمع معه في الجنة ولكنه مات على ملة عبد المطلب والله هذه بصراحة مؤلمة جدا أنا عن نفسي لا أتحملها فالحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي أكرمني بأن ابنتي ماتت صابرة راضية غير ساخطة حتى في اللحظات اللي بتكون فيها مدروخة بتصحى بتنام ما صليت الظهر بيصلي الظهر حريصة على حجابي حريصة على حيائها بفضل الله كان يغيظها يضايقها أن ترى شيئا من الاستهانة بأمر الله يا بابا شوف شو بيحكوا عن الملتزمين يا بابا شوف شو بيحكوا عن الإسلام بفضل الله تعالى فأنا من حسن ظني بالله أنه سيكرمها وأن جوار الله والله خير لها من جوارنا أصبحت مهمتي بس أن أحسن فيما تبقى من وقت وهو والله قصير كي يلحق بها والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا جميعا على الحضور وأسأل الله أن يكرمكم بهدى وهداية أحبابكم ويجمعكم بهم في الفردوس الأعلى من غير سابقة حساب ولا عذاب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله